المهرجان وصل صيته يعني من خلال عدد الدول المشاركة حوالي 18 دولة المشاركة حاليا في هذا المهرجان في مختلف الفقرات. هناك بعض الخبراء الدوليين سوف يشرفون على ورشات السياحة القروية لحامل المشاريع بالمنطقة، كذلك عندنا خبراء في في في, في في الجانب ديال الاستثمار الفلاحي وترشيد الماء والتقنيات الجديدة في ذلك، وكذلك الأغلبية من الخبراء الدوليين والباحثين وهو كل ما يتعلق بالإبل بالكاملة، فيما يخص الإبل في التربية في الهجن في سباقات الهجن والترويض الإبل وكل ما يتعلق بموضوع الإبل. الجديد اللي كان في الفقرات إلى جانب الفقرات الرسمية اللي هو افتتاح الفريق اللي هي الخيمة الموضوعاتية اللي هذا العام لحقت تقريبا 100 خيمة موضوعاتية، هذه فضاء الفريق رسمية، وناهيك عن فوق 100 من الخيم للخواص العائلات والسياح المرتادي هذا الفضاء بالموازاة مع تنظيم هذا المهرجان لاكتشاف مؤهلات هذه المنطقة الإيكولوجية والسياحية، لأنها تعد منطقة بكر لازالت بكر